الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. درسنا اليوم إن شاء الله لطلاب الصف الأول ثانوي المادة رياضيات الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا هو متوازي الأضلاع الجزء الثاني. معكم الأستاذ معتصم الجهني. نشوف مع بعض ما هي الأهداف اللي راح نصلها في نهاية درسنا لهذا اليوم. عندي إن شاء الله لهذا اليوم هدفين. الهدف الأول متوازي الأضلاع والهندسة الإحداثية. متوازي الأضلاع والهندسة الإحداثية. هدف الثاني إن شاء الله لهذا اليوم هو استعمال خصائص متوازي الأضلاع لكتابة براهين. لكتابة براهين. يعني إن شاء الله تعلم على خصائص متوازي الأضلاع وكيفية مين كتابة براهين باستعمال هذه الخصائص. ممتاز. نشوف مع بعض يا شباب أول نظرية عندي لهذا اليوم اللي هي إيه؟ خصائص متوازي الأضلاع نظرية. يقول لي أول نظرية كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع متطابقان. شوفوا كيف يشتغل. كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع متطابقان. شوفوا الضلع الأول عندكم. الضلع الأول اللي هو جي إلى كي. لو جينا نلاحظ هذا الضلع يقابل مين؟ يقابل الضلع اللي أمامه هنا اللي هو مين؟ ML. هو يقابل مين؟ ML. إذن ما هي العلاقة بين JK و ML؟ لو جينا وشفنا العلاقة بين الاثنين راح ألاقيها إنها علاقة تطابق. العلاقة بين الضلعين علاقة تطابق. السبب كل ضلعين متقابلين إذن هما إيه؟ متطابقان. أيضا عندي ضلعين أخرى اللي هو الضلع الأول JM يقابل مين؟ KL. يقابل الضلع KL. إذن ما هي العلاقة بين الاثنين اللي هو JM وKL؟ إذن بينهم علاقة لأنهم متقابلين. العلاقة إنهم إيه؟ ضلعين متطابقة. ضلعين متطابقة. إذن هذه النظرية جدا سهلة وهي تتكلم عن مين؟ أن كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع هما إيه؟ متطابقان. ممتاز. نروح مع بعض نشوف نظرية أخرى. يقول لي هنا كل زاويتين متقابلتين في متوازي الأضلاع متطابقتين. وش فيهم؟ متطابقتين. ممتاز. لو جينا وشفنا الآن مع بعض خذ أول زاوية. خذ مثلا الزاوية جي هذه. طيب الزاوية جي هذه اللي أمامي هنا تقابل أي زاوية يا أحمد؟ لو جيت وشفت هنا ألاحظ أنها تقابل الزاوية L. ألاحظ أن الزاوية جي تقابل الزاوية L. وزي ما قلت أنت كمان الزاوية M تقابل مين؟ الزاوية كي. صح ولا لا؟ تقابل الزاوية كي. طيب إذن أي زاويتين متقابلة متطابقة. إذن الجي تقابل L. إذن L وجي متطابقان. الM تقابل الكي. إذن الM والكي وش فيهم؟ متطابقان. إذن هذه النظرية جدا سهلة أيضا واللي هي تقول إيه؟ كل زاويتين متقابلتين متطابقتين. طبعا هذا الكلام فقط ينطبق على مين؟ على متوازي الأضلاع. هنا نتكلم فقط على مين؟ على متوازي الأضلاع. ممتاز. نروح مع بعض نشوف نظرية أخرى. يقول لي كل زاويتين متحالفتين في متوازي الأضلاع وش فيهم؟ متكاملتان. كل زاويتين متحالفتين في متوازي الأضلاع متكاملتان. ممتاز. إيش يعني متكاملتان؟ يعني لما أجي أجمع زاويتين متحالفة زي الزاوية X و Y أجمعهم مع بعض يجب أن يكون مجموعهم يساوي كم؟ 180 درجة. يجب أن يكون مجموعهم يساوي 180 درجة. ممتازين. نشوف هذه النظرية. يقول لي أيضا من خصائص متوازي الأضلاع إذا كانت إحدى زوايا متوازي الأضلاع قائمة فإن الزوايا الأربعة قوائم. إيش يعني هذا الكلام؟ شوف معايا هنا.
انت عندك الان هذا الضلع الاول اللي هو جي ام، صح ولا لا؟ وهذا الضلع الثاني اللي هو كي ال، ممتاز. الان ما دام انه هذه الزاويه قائمه، صح ولا لا؟ اذا جي ام جي كي عفوا عمودي عليها، عشان كذا كون لي زاويه مين؟ قائمه، صح ولا لا؟ جي كي عمودي على مين؟ على ال، على جي ام، عشان كذا صارت زاويه قائمه. طيب تعال عندك هنا كي ام، مين اللي عمودي عليها؟ عمودي عليها اللي هو جي كي، عشان كذا ايضا هنا عندي زاويه ايه؟ عندي هنا زاوية قائمة، ممتاز ممتاز، لأنه عمودي عليها. لو جينا الآن في خصائص متوازي الأضلاع، إيش قلنا؟ إنه أي زاويتين متقابلة وإيش فيها؟ متطابقة. إذا كي تقابل مين؟ تقابل إم، إذا إم كمان برضه 90 درجة، والجي تقابل إل، إذا برضه الإل إيه؟ قياسها 90 درجة، برضه الإل قياسها 90 درجة. إذا هذا هو إيه؟ حل لهذه النظرية أو إثبات لهذه النظرية، إنه إذا عندي واحدة من الزوايا قائمة، إذا الزوايا الأربعة كلها في متوازي الأضلاع راح تكون إيه؟ راح تكون زوايا قوائم، راح تكون زوايا قوائم. ممتاز. نشوف مع بعض نظرية أخرى اللي هي نظرية إيه؟ قطران متوازي الأضلاع. يقول لي قطران متوازي الأضلاع ينصف كل منهما الآخر. إذا هذه من خصائص قطري متوازي الأضلاع. مش هي الخصائص؟ إن القطرة ينصف كل منهما الآخر. يعني شو القطرة الأول من B إلى D، خلاص، والقطرة الثاني اللي هو من A إلى C، إذا هذه نقطة المنتصف سميناها B، ممتاز. إذا الضلع الأول هذا راح ينقسم عند نقطة، عند النقطة هذه إلى جزئين متساوية، الجزء الأول من B إلى ال P، والجزء الثاني من ال P إلى مين؟ ال D. وأيضا القطر AC راح ينقسم إلى جزئين متساوية، الجزء الأول من ال A إلى ال P، والجزء الثاني من ال P إلى مين؟ إلى ال C. إذا من خصائص قطراء متوازي الأضلاع إنهم ينصفوا كل منهما الآخر، إن القطرين ينصف كل منهما الآخر. شوف هذه أيضا، يقول لي عندك نظرية تقول قطر متوازي الأضلاع يقسمه إلى مثلثين متطابقة. لما نجي نحن نرسم القطر دائما إيش قلنا؟ نصل بين رأسين غير متتالية، إذا هذا رأس متتالي، إذا هذه أستبعدها، وهذا رأس متتالي، إذا هذه أستبعدها، وأقوم أوصل بين النقطة مين ومين يا شباب؟ بين النقطة B إلى النقطة مين؟ إلى النقطة دي، ممتاز. هذا هو قطر متوازي الأضلاع، وصلنا بينهم. لو أنا ألاحظ أنه قسم لي إلى إيه؟ إلى مثلثين، قسم لي القطر الواحد قسم لي إلى إيه؟ إلى مثلثين. وش هو المثلثين؟ المثلث الأول A B D، والمثلث الثاني من B D C، هذا المثلث الأول وهذا المثلث الثاني. طيب ايش العلاقة اللي راح تكون بين المثلثين؟ ممتازة يا آلاء وأحمد، العلاقة اللي راح تكون بين المثلثين أنهم مثلثين. نشوف مع بعض الآن أول مثال عندي، يقول لي هنا أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطري مين؟ متوازي الأضلاع. هذا رمز مين يا شباب؟ رمز متوازي الأضلاع، رؤوسه R S T U، ممتاز. عندك هذه الرؤوس، كيف نوجد يا شباب إحداث يمين نقطة تقاطع قطري متوازي الأضلاع؟ لو نحن نلاحظ الآن نرسم مع بعض متوازي أضلاع، طيب نشوف مع بعض رسمة يمين لمتوازي أضلاع. هذا متوازي أضلاع، ممتاز، وهذا القطر الأول، خلينا نرسم بطريقة ممتازة. هذا قطر وهذا قطر الثاني، وسمنا قطر آخر، ممتاز. نحن إيش نبغى نحسب؟ نبغى نحسب النقطة إيه؟ هذه اللي في الوسط، نقطة مين؟ تقاطع قطري متوازي الأضلاع اللي هي هنا هذه، ممتاز. الآن عندك أنت الأول R، النقاط S T
والأخير مين؟ والأخير يو. الآر بكم يا شباب؟ بسالب 8 و8 عفوا سالب 8 و سالب 2 والإس بسالب 6 و7 والتي 6 و7 وأخيرا مين؟ هذه رؤوسه اللي هي مين؟ رؤوس متوازي الأضلاع، والأخيرة اللي هي 4 و سالب 2. ممتاز. أنت الآن راح تحسب مين مع مين؟ راح تحسب القطر الأول، يعني هتحسب بالقانون مين ومين؟ الآر مع مين؟ مع التي. ممتاز يا أحمد. وللتحقق راح تحسب اللي هي 4 و سالب 2. ممتاز. أنت الآن راح تحسب مين مع مين؟ راح تحسب القطر الأول، يعني هتحسب بالقانون مين ومين؟ الآر مع مين؟ مع التي. ممتاز يا أحمد. وللتحقق راح تحسب الثانية اللي هي مين مع مين؟ الإس مع اليو. نحن نحسب واحدة منهم، واحدة منهم لمين؟ للتحقق. ممتاز. نبدأ نشوف مع بعض نقطة مين؟ اللي طرفاها R و T. مين النقطة اللي طرفاها R و T زي ما قلنا؟ سالب 8 و سالب 2 و6 و7 زي ما وضحناها في الرسمة. طيب نعوض عنها بالقانون اللي قلتوا عنه. X1 + X2 = 2، Y1 + Y2 على مين؟ على الاثنين. الآن نقوم بعملية تعويض مباشر. سالب 8 مع مين؟ مع موجب 6. ليه؟ لأنه دائما هذه نسميها X1 وهذه نسميها مين؟ Y1. هذه دائما نسميها X2 و Y2. طيب كذا سهلت علينا أكثر. يلا أبدأ بعوض. سالب 8 نزلنا سالب 8 زائدا كم؟ X2 اللي هي ب6 على الاثنين. تعال اللي بعدها Y1 اللي هي بكم؟ بسالب 2 زائدا كم؟ Y2 اللي هي ب7 على الاثنين. ممتاز. كم راح يطلع عندي؟ سالب 8 مع سالب 6 يعني كم حيطلع الجواب فيها؟ سالب 2. سالب 2 على 2 فيها الواحد. وهنا سالب 2 زائدا 7 يعني 5. 5 على كم؟ 5 على الاثنين. إذا النقطة المنتصف راح تكون -1 و5 على الاثنين. عشان أتحقق يا شباب نوجد مين؟ الطرف الآخر اللي هي المين؟ S و U. خذ الأطراف لها -6 و7 4 و2. عوض الآن بالقانون زي ما قلنا. هذه X1 وهذه مين؟ Y1. هنا X2 وأخيرا مين؟ Y2. يلا أبدأ الآن تعويض مباشر، ما عندك أي مشكلة. تعويض مباشر. X1 بسالب 6، X2 ب4 على الاثنين، Y1 ب7 هذه هي 7 زائد Y2 بكم؟ بسالب 2. ايش راح يطلع الجواب؟ سالب 6 زائد 4 بكم؟ بسالب 2. سالب 2 قسمة 2 بكم فيها؟ فيها -1. ممتاز. نيجي الآن اللي بعدها. 7 زائد هنا وعندي -2، إذا ايش راح تصير الإشارة هنا يا شباب؟ تصير 7 - 2. إذا 7 - 2 كم فيها؟ 5. إذا 5 على كم؟ 5 على الاثنين. ممتاز. إذا النقطة طلعت أيضا -1 و5 على 2. طيب نشوف مع بعض هذا السؤال. يقول لي أوجد إحداثي نقطة تقاطع قطري متوازي الأضلاع MNPR الذي رؤوسه موضح أمامي. زي ما اتفقنا يا شباب هذا هو متوازي الأضلاع، هذا هو متوازي الأضلاع. عندي هنا نوصل نوجد الأقطار، هذا القطر وهذا الآخر. ممتاز. قلنا يا شباب عندي مين هنا؟ عندي هنا الام، هنا الان بي،
وأخيرا مين؟ الآر، صح ولا لا؟ إذا يا شباب إيش راح أسوي أنا؟ راح أوجد الام مع مين؟ البي هذا القطر الأول، والآر مع مين؟ مع الان هذا القطر الثاني. ممتاز، يلا نبدأ الآن نعوض تعويض مباشر. يقول لي نقطة التقاطع بي مع الام والار مع الان زي ما قلنا. اذا نوجد اول واحدة اللي هي البي مع الام، شوف نقاط طرفيها اللي هي 4 مع 5 ومين سالب 3 مع مين مع 0. عوض الان تعويض مباشر في القانون. طبعا زي ما قلنا عندي هنا اكس 1 هنا واي 1 هنا اكس 2 واخيرا واي 2. يلا جينا الآن بتعويض مباشر. إكس واحد بكم يا شباب؟ بخمسة، زائد إكس اثنين بكم؟ بسالب ثلاثة. ممتاز، على الاثنين. نجي للوايات، واي واحد بكم؟ بأربعة، هذه الأربعة. زائد واي اثنين بكم؟ بصفر، إذا هذه الصفر نزلت زي ما هي. نجي الآن نوجد النقاط، خمسة سالب ثلاثة على اثنين بكم؟ باثنين، واثنين قسمة اثنين فيها الواحد. أربعة زائد صفر بصفر، وأربعة قسمة اثنين فيها كم؟ الاثنين. عشان نتحقق يا شباب نوجد النقاط الأخرى اللي هي السالب واحد بثلاثة، وثلاثة مع مين؟ مع الواحد. يلا تعالوا عوض تعويض مباشر. زي ما قلنا هذه النقطة هي إكس واحد، هذه واي واحد، هنا اكس 2 واخيرا واي 2. الان صارت عندك واضحه بتعويض مباشر. اكس 1 بكم؟ بسالب 1. اكس 2 بكم؟ بثلاثه على الاثنين. نيجي للوايات، واي 1 بكم؟ هذه واي 1، اذا واي 1 بثلاثه. واي 2 بكم؟ بواحد. يلا سالب 1 زائد 3 كم حيساوي؟ اثنين، صح ولا لا؟ ممتازة يا آلاء. واثنين قسمة اثنين كم فيها؟ فيها الواحد. ممتاز. تعال النقطة اللي بعدها، ثلاثة زائد واحد بكم؟ أربعة. أربعة قسمة اثنين كم فيها؟ ممتازة، فيها الاثنين. إذا النقاط طلعت أيضا واحد واثنين. أحد عنده أي سؤال واستفسار هنا يا شباب؟ أحد عنده استفسار هنا؟ ممتاز، نروح مع بعض نشوف هذه النظرية. يقول لي عندي هنا اكتب برهانا ذو عمودين، اكتب برهان ذو عمودين. ركزوا معايا لأن هذه جدا مهمة. أعطاني الآن اثنين من متوازي الأضلاع، أول واحد من بي كي اتش جي، هذا متوازي الأضلاع الأول. متوازي الأضلاع الثاني اللي هو من بي كي ام ال. وش يبغى الآن؟ يبغى يثبت إنه اتش جي هذه تطابق مين؟ ام ال، تطابق ام ال. طيب الآن أول خطوة يا شباب نكتب مين؟ المعطيات عندي لهذا السؤال. المعطيات إنه إداني إنه عندك أنت اثنين من متوازي الأضلاع، عندك اثنين من متوازي الأضلاع، وهذه من المعطيات. طيب نبدأ الآن نحل أول خطوة. لو جيت ولاحظ عندك الآن اتش جي تطابق مين يا شباب؟ الضلع المقابل لها اللي هو مين؟ بي كي. ممتازة يا علاء، بي كي. طيب انتهينا الآن من هذه، نيجي للي بعدها. بي كي تطابق مين؟ ام ال. ممتازين، تطابق ام ال. نكتب هذه المعلومة مع بعض، انه اتش جي تطابق كي بي. ممتاز، و بي كي تطابق مين؟ ال ام. هذه من اين استفدنا منها؟ من نظرية الاضلاع المتقابلة متطابقة، صح ولا لا؟ هذا الكلام استنتجناه من ايه؟ الاضلاع المتقابلة متطابقة. طيب الان في خاصية نقدر نستعملها ونفصل انه اتش جي يطابق ام ال. ممتازة يا آلاء، اللي هي خاصية مين؟ التعدي. أقدر أشيل هذه مع هذه، إيش يبقى عندي؟
يبقى عندي انه اتش جي تطابق ام ال، تطابق ام ال، وهذه الخاصيه نسميها خاصيه التعدي، وبكذا يكون وصلنا الى مين؟ الى المطلوب، يكون وصلنا الى المطلوب. ممتاز. احد عنده سؤال في هذه النظريه يا شباب؟ احد عنده سؤال هنا في هذه النظريه؟ طيب نكمل مع بعض. يقول لي هنا اكتب برهان حر، اكتب برهان حر. المعطيات عندك متوازي الاضلاع A B C D، واداك من الزاوية A، هذه الزاوية A قائمة. اثبت ان ال B والC والD زوايا قوائم، اثبت انهم زوايا قوائم. حليناها قبل شوي. قلنا يا شباب عندي ال A B هذا خلاص يطابق مع مين؟ مع ال B C، فهما ايضا متوازيان. ممتاز. دام انه هذه زاوية قائمة، شايفين اللي حددت عليها؟ زاوية قائمة، إذا إيه؟ AB عمودي عليها. إذا AB عمودي عليها، عشان كذا تكونت عندي زاوية قائمة. ممتاز، عشان كذا تكونت زاوية قائمة اللي هي الزاوية A. ليه؟ لأنه الـ AB عمودي على مين؟ على الـ AD. طيب، دام انه الـ AB عمودي على الـ AD، فهو أيضا عمودي على مين؟ هو أيضا عمودي على مين يا شباب؟ على الـ B؟ ها؟ هو أيضا عمودي على مين؟ ممتازة يا علاء، أيضا عمودي على B C، تمام. طيب دام إنه عمودي على B C، إذا راح يكون لي هنا شايفين؟ زاوية قائمة، صح ولا لا؟ راح يكون لي زاوية قائمة. ممتاز، إذا ايضا يا شباب البي سي راح يكون عمودي على اي بي، واستنتج ان البي زاويه قائمه، واستنتج ان البي زاويه قائمه. ممتاز. الان وصلت انه عندي زاويتين قوائم، كيف اثبت ان الزاويه دي، هذه الزاويه دي والزاويه سي انها قوائم يا شباب برضه؟ مين يقدر يقول لي؟ ممتاز، البي تساوي الدي لان زاويتين متقابله، والاي تساوي السي لان زاويتين متقابله. ممتاز يا علاء، برضو كل زاويتين متقابلتين متطابقه، اذا برضو راح اقول انه الزاويه اي راح تطابق الزاويه سي، والزاويه بي راح تطابق الزاويه دي. ليه؟ لان الزوايا المتقابله في متوازي الاضلاع متطابقة، لأن الزوايا المتقابلة في متوازي الأضلاع هي زوايا إيه؟ متطابقة. ممتاز. إذا راح أصل إنه أيضا الزاوية سي والزاوية مين دي زوايا قائمة. ممتاز. هذا يا شباب برهان للنظرية اللي هي مين؟ النظرية اللي قلنا فيها إذا عندي زاوية قائمة إذا الزوايا الثلاثة قوائم. هذا هو إثبات لهذه النظرية، هذا اللي أمامي هو إثبات لهذه النظرية. ممتاز. نشوف مع بعض يا شباب هذا المثال، يقول لي هنا اكتب برهان ذو عمودين، اكتب برهان ذو عمودين، أعطاك متوازي أضلاع، أعطاني اثنين. متوازي الأضلاع الأول وهذا متوازي الأضلاع الثاني. المطلوب مني إنه أثبت إنه الزاوية A تطابق الزاوية مين؟ تطابق الزاوية هذه اللي هنا اللي هي الزاوية، الزاوية F. ممتاز. كيف راح أثبت إنه هذه الزاويتين متطابقة؟ شوفوا معي الآن. أول شيء راح نكتب مين؟ المعطى، إنه عندك كم متوازي أضلاع؟ عندك اثنين من متوازي الأضلاع. لاحظ يا شباب إنه عندك هنا زاوية، شايفين هذه؟ هذه الزاوية الأولى وهذه الزاوية الثانية. إيش العلاقة بينهم؟ أو هل هي متطابقة ولا لا؟ متقابلة بالرأس. ممتازة. إذا متطابقة، إذا هي متطابقة. ليه؟ لأنها زاويتين متقابلة بالرأس. إذا زي ما أنتم شايفين إيش قال؟ بي سي
H اللي هي تعني هذه الزاوية تطابق مين؟ الزاوية D C J عفوا G اللي هي هذه الزاوية. السبب أنهم زاويتين متقابلة بالرأس، زاويتين متقابلة بالرأس. طيب الزاوية هذه الأولى تقابل الزاوية مين؟ تقابل الزاوية، يا سلام خلينا نضبطها بس، ايوه تقابل الزاوية A، والزاوية اللي عندي هنا تقابل الزاوية مين؟ تقابل الزاوية F، نكتبها مع بعض. هذه هي المقصود بها C تقابل مين؟ الزاوية F وهي متطابقة، وأيضا C تقابل مين؟ تقابل الزاوية A وهي أيضا زاوية متطابقة. وش الخاصية اللي أستخدمها اللي تخلي لي الزاوية A تطابق الزاوية مين؟ تطابق الزاوية F، خاصية التعدي. ممتاز، خاصية التعدي اللي هي راح تقول تحذف السي الأولى مع ما تحذف السي الثانية راح تصل إنه الزاوية A راح تطابق الزاوية مين؟ الزاوية F، وهذه الخاصية نسميها إيه يا شباب؟ خاصية التعدي. واضحة يا شباب؟ أحد عنده سؤال هنا؟ نعيدها مرة ثانية؟ ممتاز. مين يقدر يقول لي يا شباب ما خصائص متوازي الأضلاع؟ مين يقدر يديني خصائص متوازي الأضلاع؟ أول خاصية لمتوازي الأضلاع، كل ضلعين متقابلين متطابقين. ممتاز يا أحمد، كل زاويتين متقابلتين متطابقتين، ممتازين. مين يقدر يديني غيرها؟ إذا كانت عندي زاوية قائمة فالزوايا الباقية إيه؟ زوايا قوائم، الزوايا الباقية زوايا قوائم، إذا هذه من خصائص متوازي الأضلاع. أحد عنده خاصية ثانية؟ ممتازة يا علاء، إذا كانت هناك زاوية قائمة فإن جميع الزوايا الباقية قوائم. هذه هي خصائص من متوازي الأضلاع، هي خصائص لمتوازي الأضلاع، كل زاويتين متحالفتين متكاملتين، ممتازة. هذه خصائص من متوازي الأضلاع، هذه خصائص متوازي الأضلاع. طب شوف اللي بعدها، اذكر خصائص قطري متوازي الأضلاع. خصائص من قطري متوازي الأضلاع اللي جابها أحمد اللي هي إيه؟ قطراه ينصف كل منهما الآخر، قطراه ينصف كل منهما الآخر اللي قالها أحمد. هذه خصائص مين؟ قطري متوازي الأضلاع وليس خصائص متوازي الأضلاع يا أحمد. ممتاز ممتاز. طيب نشوف احنا مع بعض، يقول لي هنا خصائص متوازي الأضلاع، أول خاصية عندك هذه رقم واحد، الأضلاع المتقابلة متطابقة، الأضلاع المتقابلة متطابقة. اثنين، الزوايا المتقابلة وش فيها؟ متطابقة. رقم ثلاثة، الزوايا المتحالفة وش فيها؟ متكاملة، يعني 180 درجة. الأخيرة رقم أربعة، إذا كانت إحدى الزوايا قائمة فإن الزوايا الأخرى راح تكون زوايا قائمة. إذا هذه هي خصائص متوازي الأضلاع. نيجي الآن إلى خصائص قطرا متوازي الأضلاع، اللي هو الأول هذا رقم واحد، قطرا متوازي الأضلاع مش فيهم ينصف كل منهم الآخر. رقم اثنين، قطرا قطر متوازي الأضلاع يقسمه إلى مثلثين متطابقة، وأيضا هو قالها مين؟ قال إياها أحمد. إذا قطر متوازي الأضلاع يقسمه إلى إيه؟ مثلثين متطابقة. ممتاز، وشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.